رجعت لكم بعد الفاصل. البطايه بتاعتي استوت الحمد لله. بصوا عشان كانت متحمره من الاول، بصوا تحسوا فيها مهما اتسلقت فيها درجه من هنا حمار باينه، وبرده لما بتتقلب بصوا علشان هي من البدايه اتحمرت. عارفين بقى دي لما بتدخل الفرن يعني بتدي بقى لون وشكل جميل، ده غير ان التحميره دي ماسكاها يعني مخليه الجلد قوامه متماسك. بصوا بقى احنا عملنا ايه، احنا المكرونه دي احنا متفقين ان احنا عملنا بصله تقليه، ولما هديت خدناها حطيناها في الحله وحطينا عليها الطماطم بتاعتنا اتسبكت وحطينا عليها ملح. دلوقتي بقى هحط عليها رشه فلفل عشان هي خلاص اتسبكت، مش هحط كتير، وهحط عليها رشه صغيره سكر علشان بتحلي جدا في الصلصه. وخلاص دي كده الصلصه بتاعتنا. بصوا بقى انا هعمل ايه، هجيب المكرونه انا سلقتها في الفاصل هحطها هنا كده، الاكله دي بتفكرني بامي الله يرحمها، كانت يعني في المواسم اللي هي خصوصا مولد النبي الهجره الحاجات دي تروح عامله لنا المكرونه دي وعليها البطايه. بصوا لو تلاحظوا هنا انا سايبه المكرونه يعني زي فيها صوص شويه عشان هي لسه هتدخل الفرن. وبعدين بقى بنكون مجهزين ايه، حبه من شوربه البطايه، ونروح حاطينهم كده نرشهم عليها يدوها طعم البطه، والبطه بقى لما تتحمر هتنزل برده سمنه عليها وبتدخل الفرن بيها. حتى لما بنيجي ناكلها ما بتبقاش بقى نشفت من الفرن، بتبقى فيها الصوص الجامد بتاع المكرونه دوت، بس بتبقى اخدت طعم البطايه. دي كده المكرونه. البطايه بقى هعمل فيها ايه، شيل ده من هنا بس، هجيب المكرونه كده، البطايه هجيب طبق وهحط فيه معلقه كده صلصه او كاتشب اللي عندي وشويه عسل، وهقلبهم وهحط عليهم يا اما حته زبده يا اما نطره زيت. انا كفايه الزبده اللي حطيناها في البطه فهحط حبه زيت كمان، الزيت بيلمع حلو بس كده. وهدهن بيه البطايه وهروح حطها على ايه، على وش المكرونه وعلى الفرن عدل. هدهنها كده، انا مش عايزه الدهان يبقى باين كتير قوي عليها، بس هو هيروح محمرها. ادهن عليها كلها كمان، بيدي الجلد كده هو بتاعها لون وملمس حلو. وهاخدها كده وهحطها وادهن تاني من على الوش، واسطنها كده في الطبق، وان شاء الله تطلع لنا احلى بطايه. هنشف بس ايديا ونشيل الطبق ده. وافتح الفرن، بس استنوا بصوا لما نيجي ندخل طاجن الفرن نحاول ان احنا ما نخليش صلصة بقى كده على الجناب، عشان هو بيطلع في النهاية عليه صلصة، بس ما يبقاش حتى من البداية احنا حاطينه بصلصة كده ويتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى بعد ما اطمنا على البطايه نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى انا هولع هنا، احنا عايزين نعمل بقى ايه، حاجه كده فيها لبن. واشيل بس احط العسل هنا واشيل دي هنا. عايزين نعمل حاجه فيها لبن، هنعمل شعريه باللبن. يعني انا النهارده عامله الحاجات، يعني ساعات في المناسبات الدينيه او في المواسم بحب اعمل الحاجه اللي مرتبطه بالناس الكبار، مرتبطه باهالينا كانوا بيعملوها ببساطتها. انا هنا عندي زبده على سمنه سايحين مع بعض، هي المفروض تتعمل بسمنه بس انا يعني تخفيفا لوطئه السمنه الجامده بحط معاها زبده، وبرده ممكن اروح حتى شويه زيت. وهجيب الشعريه وهحمرها. الشعريه باللبن هي صحيح شعريه باللبن، بس لما نحمرها وبعد كده هو نيجي
نسقيها، ما نسقيهاش لبن على طول، نسقيها ميه. لما بتتسقي لبن من اولها اللبن زي كانه كده بيجبن وما بيبقاش شكله لطيف. احنا بنديها الميه بتاعتها والسكر تستوي فيهم، واول لما تستوي لما نيجي بقى نغرفها في الاطباق نروح حاطين عليها اللبن السخن. وفي ناس بيحبوا ياكلوها بالسكر كده يعني وهي متسكره بس كده، ويروحوا مرشين من على الوش شويه عسل مع حبه جوز هند مع اي زبيب مثلا لو بيحبوا، بس انا بحبها كده بصورتها التقليديه اللي هي هشوحها وهحط برضو معاها شويه زيت علشان هي بتحتاج ماده دهنيه في تشويحها، فمش عايزه يبقى كله سمنه وزبده، هحط برضو شويه زيت بس الطعم اللي هيطغى ويبان هو طعم السمنه، لان هي متسيحه السمنه وما فيهاش لبن فهتبقى قويه. جربتوا تحطوا فص مستكه مع الشعريه اللي باللبن؟ جربوا بقى حطوه وشوفوا جمالها. فص واحد مستكه مع الحلويات بتكون رائعه. في كمان ناس بيحبوا يحطوا معاها قرفه، لو عايزين نحط قرفه ممكن، القرفه بتكون شيء رائع معاها يعني، بس اللي ما بيحبش يعني مثلا انا ولادي مش كلهم مثلا بيحبوا القرفه، او انا شخصيا مثلا مش بحب القرفه، بس في ناس تانية في العيله بتحبها، ممكن اعمل ايه؟ ارش بقى على الاطباق للناس وهي ساعه ما تيجي تاكل، يعني انا لو غرفها في طبق كبير وهغرف منه بقى هيغرفوا في المجات او السلاطين بتاعتهم، نروح حاطين رشه القرفه دي. بصوا الشعريه محتاجه، يعني انا خليتها في فاصل لوحده علشان هي محتاجه افضل واقفه احمر فيها، يعني حتى مش قادره اركز عشان اشرح لكم تاني البط بالمرته اتعمل ازاي طول ما انا بحمر الشعريه، يعني ممكن اكلمكم عنها بس مش عايزه اتكلم عن البط. ليه؟ لان ممكن اتلخبط يعني انسى عشان انا مركزه في تحميرها. انا عايزاها هنا تاخد درجه التحميصه اللي هي ما تتلسوعش، يعني افضل اقلب فيها على طول. بس امسك هنا كده، افضل اقلب فيها على طول عشان انا عايزاها تاخد اللون الذهبي الجميل من غير ما تتلسوع، عايزاها تتحمص. قد ايه ريحه المستكه اصلا، ريحه الشعريه لو بنحمرها الرز بنلاقي فاحه ريحه جميله جدا، اللي جاي من بره يفتكرنا بنعمل حاجه حلوه، ريحتها كده تبقى شبه شويه البسبوسه وهي في الفرن، عشان سمنه ودقيق مع بعض وبيتحمصوا. وهكون جاهزه بميه هديها لها على طول واديها السكر، وعلى ما تتشربهم هفضى بقى واقف معاكم واحكي لكم على البط بالمرته احنا عملناه ازاي، وهو فعلا طعمه بيكون رائع، مع ان شوربته ما بتبقاش بقى فاتحه زي شوربه اي بط تاني ينفع يتعمل بيها كشك، لا شوربته بتبقى عايزه مثلا تتحط في حاجه مش هيبان فيها لون الشوربه، لانها عشان هو فيه كميه قرفه وكمون بيغمقوا الشوربه، بس طعمه مختلف وطعم جميل جدا، يعني مختلف عن اي بط تاني بالفعل وطعمه مميز. هنحط هنا بقى الميه، احاول انزل كل الشعريه دي. هي الشعريه ما بتاخدش، انتوا عارفين احنا لما بنعمل شوربه بنعمل ايه؟ يا دوب بنسقط الشعريه بعد التحمير في الشوربه وبتغلي غلوه وبنروح طافيين عليها تستوي بالبخار بتاعها. احنا هنا برضو حط برضو شويه ميه كمان، وهجيب السكر، يعني انا مش هسكرها قوي، انا تقريبا حطيت على الكميه دي نص كوبايه سكر، واللي عاوز برضو بيكمل قدامه. هنحط بقى شويه جوز هند يستووا معاها جوه ويتشربوا من اللبن، ونخلي حبه يبقوا مع الوش. اللي بيستووا مع اللبن بيبقى مع السكر بيبقوا عارفين هو جوز هند كده مجفف، بس لما حطيناه مع الميه والسكر رجع اخد سائل، فهيبقى طعمه غني زي كما لو كان جوز هند طازه. بس هحط شويه ميه كمان واوطي واسيبها تتشرب، وهفضى دلوقتي اشرح لكم البط بالمرته عملناه ازاي. اول حاجه المرته، المرته عباره عن ايه؟
اللي بيميز البط ده وبيديله طعم مختلف انه هو مش لا معاه بصله متحمره محطوطه ولا هي بصله نيه. احنا بنجيب كميه بصل، يعني البطايه دي بتاخد لها مثلا 4 بصلات، وبنقطعهم مكعبات مش مفرومه بس كبيره سنه. وبجيب البصل ده مع شويه زبيب وبحط عليهم قرفه وبروح مشوحاهم، قرفه وكمون، وبروح مشوحاهم على النار. انا الاول حطيتهم مع الزبده وشوحتهم قبل ما احط كبده البطه. ليه؟ لان انا مش عايزه كبده البطه تدخل معاهم البصل هيبرد، انا عايزاها تدخل على سخونه. فقلبت البصلايه تقلبتين هي والزبيب، لما رجع الدنيا سخنت تاني والبصل بدا لونها سنه هيدي على شفاف، رحت حاطه كبده البطايه. طبعا دخلت كده على سخونه جامده وقلبت قلبت، فدوت بيخليها ما تزفرش، تخليها على طول تمتص ريحه القرفه وتمتص ريحه الكمون اللي محطوط. قلبت كويس جدا 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 ورحت حطاها، ورحت بعد ما تشوحوا مع بعض حلو، مش عايزاها تتحمر، عايزاها تفضل البصله طريه، شفت ولسه طريه، اديتها نص كوبايه ميه وغطيتها وعلى نار هاديه سبتها لما تتشرب الميه. طبعا لو احنا مش مستعجلين نسيبها تهدى قبل ما نحشي بيها البطه عشان ما تلسعناش، انا عشان مستعجله حشيت بيها على طول. البطه بقى عملنا فيها ايه؟ بعد ما نظفناها وغسلناها ونشفناها، جبت زبده وحطيت مع الزبده قرفه، وقرفه وكمون، قرفه بس لو عايزين، او هنحط الكمون في الشوربه مش مشكله، بس الاساس هنا ان احنا نحط مع الزبده قرفه بتنزع الزفاره، والكمون برضو عايزين تحطوا رشه بهار حطوا، بس هي مش اساسيه، الاساسي في كل وصفتنا القرفه والكمون. ودعكت بيهم البطايه من بره ومن جوه وحشيتها بالمرته وخيطتها، ورحت واخداها صدمه في الحله السخنه مع المستكه، وديتها السائل بتاعها تستوي فيه مع فلفل اسود حب، والبطايه بتاعتي هتستوي واطلعها اوريها لكم. بطتنا البطوطه الجميله اهي محطوطه فوق المكرونه وبتقول تعالوا كلوني وكل سنه وانتم طيبين، والشعريه بتاعتنا هطفي عليها. بصوا بقى طفينا عليها، نروح حاطين اللبن الكبشه كده، اللبن سخن وهي سخنه، وشوية كريمة بقى، يا سلام يحلوا الدنيا، وحبة فانيليا عشان الريحة تبقى رائعة ويبقى يوم موسم جميل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبقى أكلة حلوة جدا كده نتلم عليها العيلة كلها. انتوا عارفين روايح من بلدنا ده ايه؟ ده بيتلم وعيلة، يعني على طول في كل المناسبات والمواسم عندنا لما. وادي الشعريه بتاعتنا وعليها جوز الهند من على الوش، وشويه كريمه برضو من على الوش، ويا رب تكون وصفاتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم وصفاتي زوروا موقعنا واستنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلد.